السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. أخذنا مع بعض لسن 1 في مادة الـ ICT، وكان عبارة عن Presentation أو PowerPoint. في جزء نازل أو في 2 lessons نزلوا من كتاب بولي، في جزء بسيط متبقي معانا من الليسون نمبر 1. اول ما ينزل ان شاء الله كتاب المعاصر هناخد الاسئله بتاعه كتاب المعاصر هي وكتاب بني ونحلها مع بعض مع شرح الجزء المتبقي وهي لغه ال HTML. يبقى احنا دلوقتي مستنيين كتاب بني كتاب المعاصر ينزل علشان ناخد منه اسئله الدرس الاول ونحلها مع اسئله الدرس الاول من كتاب بني، وكمان الجزء المتبقي معانا وهو جزء صغير جدا في الدرس الاول. النهارده بقى هنشرح لسون نمبر 2 من كتاب بني، لانه هو اللي نزل بدري. كتاب المعاصر لغايه اللحظه اللي انا بسجل فيها لماده الاي سي تي لسه ما نزلش. هنشرح لسون 2 من كتاب بني، ولو في اي اضافات كانت موجوده في كتاب المعاصر انا هقول لكم عليها. يلا بينا لسون 2 Computer Network Devices. الدرس ده حلو جدا، جميل جدا، هيفهمك حاجات كتير حواليك لو انت مهتم بالنتورك والشبكات. النتورك او الشبكات هي عبارة عن بالبلدي كده بعض الأجهزة بتاعت الكمبيوتر مرتبطة مع بعضها، سواء كانت مرتبطة مع بعضها مثلا في المدرسة، فدي ممكن تبقى نتورك جوه المدرسة. احنا اتكلمنا عن الكلام ده السنة اللي فاتت في جريد 5 لما كنا بنشرح اللان والوان. او ممكن انا ارتبط مع حاجة تانية عن طريق الانترنت، فدي تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها وان او شبكة عالمية. يبقى انا عندي النتورك دي زي ار جروبز، هي مجموعة من البيبلز من الناس، اور ثينجز او الاشياء، الاشياء دي اللي هي الاجهزة that are connected اللي مرتبطة to each other، ترتبط مع بعضها for a common purpose. common purpose لغرض معين، هما بيعملوا حاجة معينة، بيتواصلوا مع بعض في المدرسة لينقلوا مثلا experiments تجربة في معمل في اللاب بتاع الساينس، بيتواصلوا مثلا مع بعض في المدرسة في عند الديريكتورز المدير عنده الدرجات بتاعت الطلبة أو المسؤول عن درجات الجريدز بتاعت الستودنتس بيبعتها للدايركتورز المدير، فده البيربوس المعين او الكومن بيربوس بتاعي. يبقى انت لازم تعرف ايه هي النتوركس. الشبكات زي ار جروبس، مجموعه من البيبلز اور ثينجز. ثينجز الاشياء زي الكمبيوترز، الاجهزه اللي هتربطهم ببعض، البرينترز مثلا، الطابعات. ذات ار كونكتد، هما متصلين مع بعض تو اتش اذر. ليه متصلين مع بعض؟ فور ا كومن بيربوس، لغرض معين. اوكي يا مس، تمام. ايه كمان؟ ايه هو الكمبيوترز؟ احنا اخدنا في جريد 4 كتير خالص عن الكمبيوترز. الكمبيوترز اللي زي ار الكترونيك ديفايسز، اجهزه الكترونيه. ذات دي ممكن تعمل حاجات كتير، ممكن تعمل كرييت، تعمل بروسيس، تعمل ستور انفورميشن. مش فاهم، انا عندي انفورميشن معينه، معلومات، المعلومات دي انا ممكن اعمل لها كرييت. يعني ايه كرييت؟ انشئ ملف وورد مثلا، اكتب مثلا انا بشرح دلوقتي من كتاب بوني. البيج دي لما الشركه بتاعه بوني جات علشان تكتبها فهي عملت لها كرييت، هي ما كانتش موجوده فهم عملوا لها كرييت. جو فتحوا المايكروسوفت اوفيس زي ما خدنا في جريد 5 وفتحوا الوورد بروجرام وكتبوا، عملوا كرييت، انشئوا البيج دي. طب البيج دي كانت موجوده؟ لا، هم عملوا لها ايه؟ كرييت. عملوا لها كرييت على ايه؟ على الكمبيوترز. يبقى الكمبيوترز ده الكترونيك ديفايس، ممكن اعمل منه كرييت، اعمل منه، انشئ منه حاجه، انشئ عليه حاجه. مثلا اعمل عليه بروسيس. يعني ايه اعمل عليه بروسيس؟ اديله انفورميشن او سوري اديله داتا بقى، اديله داتا بقى زي الاكسل، ادي للاكسل لبرنامج الاكسل اللي اخذناه في جريد 5، ادي له داتا وهو يطلع لي جراف، يطلع لي تيبلز حلو ممكن اشرح من عليه.
يبقى كده هو عمل بروسيس على الداتا واداني انفورميشن انا ممكن استعملها. كمان ممكن اخزن اعمل ستور، انا لما ببعت لك الملف ده او البي دي اف ده وانت تعمله داونلود وينزل عندك على الجهاز بتاعك سواء الموبايل سواء اللابتوب سواء الكمبيوتر، انت كده عملت ستور، خزنت على الكمبيوتر بتاعك ده ايه انفورميشن. يبقى الكمبيوتر ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل كرييت، ممكن يعمل بروسيس، ممكن يعمل ستور. اوكي. طب انا عندي قالك different types of computer، انواع مختلفه من الكمبيوترات. عندي personal computer. personal computer يعني الكمبيوتر الشخصي، بختصر بكلمة PCS. PCS P personal، C computer، و S دي الجمع. اوكي. طب زي ايه personal computer؟ الديسكتوب كمبيوتر اللي هو كان موجود عندنا في المدارس او موجود عندك في البيت زمان، واللي بقي منتشر اكتر دلوقتي اللابتوبس. طب الموبايل ديفايسز ايه ده مس؟ يعني انت عايزه تقولي لي ان السمارت فون التليفون اللي في ايدي ده كمبيوتر؟ عنده نفس الحاجات المين بارتس، الحاجات الاساسيه بتاعت الكمبيوتر، زي مثلا الميموري، زي مثلا السي بي يو، دي كلها حاجات موجودة جوه الكمبيوتر وجوه الموبايل، بس طبعا باختلاف السايز. السايز يعني الحجم، هل اللي موجودة جوه الكمبيوتر بتاع الديسكتوب اللي انا بحطه على المكتب عندي زي اللي موجود في اللابتوب، زي اللي موجود في السمارت فون اللي بمسكه في ايدي التولز دي؟ لا. يبقى السمارت فون او التابلتس او الالكترون ريدرز هم كلهم عبارة عن كمبيوترز في الاخر، بس نوعهم موبايل ديفايسز. موبايل ديفايس هما نفس فكرة عمل الكمبيوتر بس على صغير. يبقى ايه انواع الكمبيوترز؟ بيرسونال كمبيوترز، ديسكتوب كمبيوترز، لابتوب، موبايل ديفايس، سمارت فون، تابلت، والالكترون ريدرز. اوكي. تعال بقى نكمل. الكمبيوترز نتورك، كمبيوترز نتوركس شبكات الكمبيوتر، قلنا عبارة عن اجهزة وناس بترتبط مع بعضها. كونكت بتربط الكمبيوتر with each other، بتربط الكمبيوترات مع بعضها. ليه بقى؟ to share important information and data، أنا عايزة أعمل مشاركة أو أبعت لحد ملف معين أو داتا معينة أو أعمل حتى شات أتكلم معاه في موضوع أو object معين. هستعمل إيه؟ connect، أو أعمل إيه؟ أعمل connect ما بين two computers. يبقى الكمبيوترز networks عبارة عن connect computers. ليه؟ to share علشان اشير او اشارك معلومات مهمه او داتا. اوكي. عندي هنا حاجه جميله من كتاب بني، عامل معلومات توضيحيه مش موجوده في كتاب المدرسه، يعني انت مش مطالب بيها، مش هتمتحن فيها، بس افهمها لدنيتك علشان تفتح دماغك. السمارت فونز تابلتس اند الكترون ريدرز اللي هم الموبايل ديفايسز are all types of computers، هي عبارة عن أنواع من الكمبيوترات. they all have the same basic components، هي ليها نفس ال basic component أو المكونات الرئيسية للديسكتوب أو لابتوب كمبيوتر، بس على صغير. إيه هي الحاجات اللي موجودة في الاتنين؟ اللي such as central processing unit. central processing unit دي إحنا أخدناها في grade 4 تقريباً، أو وحدة CPU، ودي العقل بتاع مين؟ الكمبيوتر. دي موجودة عندي في اللابتوب والديسكتوب، وكمان موجودة عندي في الفون. الميموري وحدة التخزين اللي الجهاز بيخزن عليها الداتا. And storage، والstorage برضو وحدات التخزين زي الميموري. They also run software programs، هي برضو بيشغلها software programs أو برامج السوفتوير. زي مثلا انت بتسمع ان الموبايل ده نوعه ايفون، الموبايل ده نوعه اندرويد. زي ما انا مثلا عندي على اللاب، انا عندي اللاب الاوبريتنج سيستم بتاعه ويندوز، عندي اوبريتنج سيستم تاني لانواع كمبيوترات تاني مثلا زي ايه؟ زي اي او اس او ماك، دي عباره عن انواع للبرامج اللي بتشغل السوفت وير اللي بتشغل عندي مين؟ الكمبيوترات او التليفونات.
نفس الفكرة، التليفونات زي الكمبيوترز ليها سوفت وير بروجرام just like traditional computer، زي الكمبيوتر التقليدي اللي كان زمان او اللي ما زلنا بنستعمله لغاية دلوقتي اللي هو الديسكتوب او اللابتوب كمبيوتر. اوكي، الحتة دي جزء توضيحي من كتاب بني انت غير مطالب به. تمام، يلا بينا هنكمل. making connections، طب يا مس انت عمالة تقولي احنا بنربط كمبيوترز مع كمبيوترز تاني مع كمبيوتر مع كمبيوترز تالت وهكذا، ايه ده؟ يعني انا هجيب اي سلكة من عندي في البيت مثلا سلكة كهرباء واوصل كده اكون انا ربطت او عملت لينكد ما بين الكمبيوترز؟ اكيد لا، ده اجهزة حساسة لاي حاجة ممكن ايه، ده في سيستمز كبير دلوقتي، عالم تاني دلوقتي انت هتعرفه. اللي there are two main way، انا عندي طريقتين رئيسيتين to connect computer، ان انا اوصل الكمبيوترز to a network، بالنتورك. طريقة اسمها wired، قول معايا wired 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 يعني عن طريق الاسلاك، and wireless 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 يعني بدون اسلاك. يبقى طريقة هستخدم فيها اسلاك وطريقة هستخدم فيها هعمل connect without wire من غير اسلاك. طب انت ممكن قبل انا ما اشرح تفتكر الوايرد نتوركس دي هتبقى موجوده فين؟ اكيد يا مس في هوصل جهاز بجهاز، برافو عليك. اللي زي يوز physical wiring، physical wiring يعني اسلاك انت بتمسكها بايديك، فاسمها ايه؟ physical wiring. and cables، cables اللي هي الكابلات انا هوريها لكم دلوقتي، which are plugged، plugged plugged يعني يرتبطوا مع بعض، into holes on device، بيدخلوا في فتحات جوه الأجهزة، والفتحات دي بتسمى ports. طب تعال نشوفها. دي عبارة عن البورتس أو الهولز، الفتحات اللي وده الكيبلز اللي بيوصل الدنيا بإيه؟ ببعضها. طب كويس كده عرفنا الوايرد نيتوركس إن هي عبارة عن ديفايسز، أجهزة بتوصل connected by cables and physical wiring، الجزء اللي بتدخل فيه الوايرنج اسمها بورتس. طب ايه الوايرلس ونتوركس؟ وايرلس قلنا من غير ايه، من غير واير، من غير اسلاك، بدون اسلاك. اللي زير كونكت ديفايسز ويزاوت، ويزاوت بدون وايرنج، باي يوزنج راديو ويفز، قولوا معايا انا عارفاها كلمه جديده على ودنكم، راديو ويفز. راديو ويفز يعني موجات الراديو. ايه ده الراديو ده اللي احنا كنا زمان بسمع ماما وبابا بيجيبوا جهاز كده ويشغلوه ويسمعوا من عليه؟ لا، الراديو ويفز دي موجات زي النور، زي الضوء كده، زي الساوند، زي الصوت، بتمشي في الهواء، انت مش بتقدر تشوفها لانها سريعه جدا 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 جدا، فانت مش بتقدر ايه تلاحظها. الراديو ويفز دي بتنقل عليها الداتا. لا يا مس ده الموضوع طلع كبير قوي. راديو ويفز موجات بتكون متحمله بداتا انفورميشن تنتقل من ديفايس لديفايس. زي ما بكلمك كده بجد، يعني انت يا مس عايزه تقولي لي ان الموبايل اللي بايدي ده بيدخل عليه راديو ويفز؟ لو انت مثلا في شبكه الاتصالات عندك الصوت او الساوند بتاعك بيتنقل لحد مثلا بتكلمه من مكان لمكان عن طريق الراديو ويفز، بتسمع يوتيوب من على الموبايل بتاعك، الاشاره او السيجنالز دي جايه لك عن طريق الراديو ويفز وانا مش بشوفها وهي داخله الموبايل بتاعي، ده عيب. انت مش بتشوفها ليه؟ سريعه جدا، انت مش بتلمعها. اوكي، يبقى انت لازم تعرف دلوقتي ان الوايرلس نيتوركس دي عباره عن ديفايسز connected to each other with wire. no without wire without wiring. امال بايه هترتبط؟ براديو ويفز، راديو ويفز او اسمها واي فاي. انت اكيد بتقول دايما تقول لبابا وماما عايزين نشحن الواي فاي، الواي فاي اللي انتوا بتخلصوه على طول على الالعاب، الوايرلس اور الواي فاي. اوكي، طب
تعال نشوف البورتس. ايه البورتس دي؟ البورتس دي فتحات، واحنا شفنا البورتس دلوقتي في الفيديو. قال لي زي ارك هولز، هي عباره عن هولز فتحات. فيزيكال كونكتورز، فيزيكال كونكتورز يعني ايه فيزيكال كونكتورز؟ يعني حاجه ملموسه انا اقدر امسكها واشوفها بعينيا. اون ديفايسز، موجوده فين؟ في الاجهزه. وير فيزيكال وايرنجز اند كيبلز ار بلاجد ان، انا بدخل جواها اهو، تعال نشوفها، بدخل جواها ايه؟ بدخل جواها البورتس، اهي دي اسمها بورتس، بيدخل جواها مين؟ الفيزيكال او الوايرنجز، فدي اسمها هولز، ودي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه جريد 6 اسمها ايه؟ اسمها بورتس اهي، دي موجوده ممكن تكون عندك في البيت، لان ده دلوقتي هنعرف اسم الجهاز ده. ده موجود عندك انت بتدخل اهو، دي بتعمل بلاك، انت لما بتدخله ده كده اسمه انت بتعمل ايه؟ بتعمل بلاك، بلاك ان بلاك اوت، انك انت ايه بتشيله. اوكي يلا بينا نكمل. قال زي ار بارتس، هي عباره عن اجزاء. كومبيوتنج ديفايس، كومبيوتنج كومبيوتنج يعني انت يا مس عايزه تقولي لي ان هي البارتس دي عباره عن جزء من الكمبيوترز؟ اه عباره عن جزء من اجزاء جهاز الكمبيوترز. انت عندك لو عندك اللابتوب او عندك الكمبيوترز دلوقتي، قم كده بص فيه هتلاقي عندك بورتس، ولو كنت متوصل موصل مثلا البورتس دي بشبكة الواي فاي، لو انت عندك راوتر في البيت وموصل جهاز الكمبيوتر عندك وايرلس، وايرلس بسلك، سوري واير من غير وايرلس، واير واير، موصل السلك الكمبيوتر بواير بسلك، هتلاقي السلك داخل فين؟ في البورت. اوكي يبقى they are parts of a computing devices available for connection with input and output devices. انت ممكن تعملها input يعني تطلع لك تدخل لك للكمبيوتر بتاعك ده داتا، او output تخرج لك من الكمبيوتر بتاعك ده ايه؟ داتا. واحنا اخدنا مع بعض يعني input and output devices في grade 5. اوكي عرفنا يعني ايه هي. النيتورك ديفايسز بقى اجهزه الشبكه. انا دلوقتي قررت خلاص انا شخص كبرت بقيت باشمهندس في جريد 6 بقى، وباخد النيتوركس. انا عايزه اقوم اعمل نيتوركس عندي في البيت، ماليش دعوه بقى، عايزه اعمل كونكشن ما بين الكمبيوتر بتاعي او اللاب بتاعي واللاب بتاع ماما او بابا واللاب بتاع اخويا، انا عايزه نعمل شيرنج في البيت. تمام يلا بينا نقوم. نقدر؟ لا. ليه؟ لازم يكون عندي ديفايسز، اجهزه. طب زي ايه؟ اول حاجه قال لك الكمبيوترز نيد ديفرنت نتورك كونكشن ديفايسز تو ترانسفير داتا. عشان تعمل انت بقى نتوركس وشبكه لازم يكون عندك نتورك كونكشن ديفايسز، اجهزه مخصصه لربط الاجهزه الشبكات مع بعضها تو ترانسفير داتا، عشان تنقل الداتا. اول حاجه السيرفر، سيرفر يعني انا عايز اعمل سيرفر في البيت؟ لا، السيرفرز ده موجود بقى لو انا هعمل كونكشن ما بين الحاجات الكبيره بقى، هعمل كونكشن ما بينه وما بين الانترنت بقى العالمي www. اللي كنا نكتبها زمان www فاكرينها؟ وورلد وايد. طب لو انا كده عايز اعمل كونكشن على الانترنت فانا محتاج ايه؟ سيرفر. طب هو السيرفر ده ايه؟ قال لي تعالي يا مس كده انا هوريك السيرفر ده ايه. السيرفر ده يا مس ده حاجه كمبيوتر ضخم، شايفين دي هو سيرفر هوم، يعني بصوا بقى دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن سيرفر كبير قوي، كل دي عباره عن كمبيوترز، بس كمبيوترز ضخمه. بتعمل ايه؟ بتعمل داتا ستور وبتعمل كونكشنز. بتعمل ايه؟ الكمبيوتر ده عباره عن ايه؟ عبارة عن كمبيوترز بس ضخمة، سيرفر مكان كبير كده، كبير قوي مليان كمبيوترز، والكمبيوترز دي ضخمة قوي. اسمه ايه؟ اسمه سيرفرز. طب تعال نشوف السيرفرز كده عندنا. قال لي السيرفر هو عبارة عن a computer، it's a computer which provide services، هو كمبيوتر بيدي خدمات، provides service يعني بيقدم ليك خدمات.
two other computers. يعني هو راجل كبير كده زي جده او زي بابا، وبيقدم لك انت ايه سيرفيس، يعني بيقدم لك خدمه ادفايس بقى نصيحه، بيذاكر لك مثلا زي ماما. يبقى السيرفرز ده حد كبير. تمام، هو عباره عن كمبيوترز بس ماله بروفايد سيرفيس، بيقدم لينا خدمات لمين؟ لاذر كمبيوترز، للكمبيوترات التانيه اللي بترتبط بيه. قال لي it has large amount of data storage، هو عنده كمية كبيرة وضخمة من ال data storage، يعني ايه؟ من البيانات المخزنة، ده بيخزن حاجات كتير قوي قوي قوي. that exists اللي موجودة either as hardware or on the internet، اللي بتبقى مخزنة بقى على الأجهزة أو على الإنترنت. يبقى السيرفر ده حد كبير زي جده زي بابا زي ماما، بيعمل ايه بقى؟ بيقدم لي او بيديني بروفايد سيرفيس، بيقدم ليا خدمه. السيرفيس دي بتبقى ايه كمان؟ هو ايه السيرفيس دي؟ ممكن هو يعمل لك بقى يعمل لك لينكد مع براوزرز، يعمل لك لينكد مع ويب سايت، دي بتبقى السيرفيسز بتاعته. طب ايه كمان؟ اللي هو بيخزن amount large amount of data storage، عنده كمية رهيبة من البيانات المخزنة، سواء الداتا دي مخزنة في هاردوير زي الفلاش اللي خدناها في جريد 4 5، او الهارد ديسك، او مثلا المخزنة على الانترنت. تمام تمام طب نمبر 2 طب نمبر 2 بقى الديفايس نمبر 2 اسمه مودم. ايه ده؟ هو في ديفايس تاني؟ مس انا كده تهت. طب علشان ما تتهش ممكن نيجي نشوف صورة تحاول نوضح بيها يعني ايه سيرفر، يعني ايه مودم، يعني ايه هاب، يعني ايه سويتش، يعني ايه راوتر. ايه ده؟ كل الديفايسز دي انا هستخدمها عشان اعمل نيتوركس؟ اه بالظبط كده. طب تعالوا نفهمها. دي عبارة عن نيتوركس. بصوا هنا في ايه؟ في كذا جهاز انت هتاخده معانا. اول حاجة ده البي سي بتاعك، وبي سي وبي سي وبي سي، دول متوصلين مع بعض عاملين نيتوركس لوكال. يعني لوكال؟ لان حاجة داخلية جوه مدرسة جوه بيت جوه شركة، يبقى دول مع بعضهم كده اسمهم ايه؟ لان او لوكال كونكشنز. التوصيل اللي ما بينهم ما طلعش عن الانترنت، هما ما بينهم متوصلين جوه مدرسة جوه بيت جوه شركة. اوكي تمام. النيتوركس دي انا عايزة اطلعها او عايزة اعمل لها كونكت للانترنت، عايزة اعمل لها كلها مرة واحدة كده كونكت للانترنت، اعمله لها عن طريق ايه؟ قال لي ديفايس. زي ايه ديفايس؟ قال لي سويتش. السويتش ده هو المودم. السويتش ده ايه؟ هو المودم. تمام. طب السويتش ده انا كمان ما ينفعش اطلعه على الانترنت، اللي بيطلع على الانترنت مباشرة الراوتر. اللي مين؟ الراوتر. يبقى انا هاخد الشبكة دي اللوكال اوصلها بسويتش، والسويتش اوصله بالراوتر، والراوتر ده بقى ايه؟ سواء كان واي فاي راوتر او راوتر عن طريق الواير الاسلاك. يبقى مين الاتصال المباشر بالانترنت؟ الراوتر. خد بالك اقف عندي لغاية الجزء ده، لان انا الراوتر بعد كده هقولك علشان يوصل للانترنت هيبعت سيجنالز لحد تاني. طب لو كان راوتر واي فاي يعني من غير اسلاك وايرلس بقى، هيبعت الاشارة راديو، اهو راديو، دي اشارات راديو ويف، سواء للابتوب ممكن اللابتوب بتشغله واير او وايرلس، او لابتوب او سمارت فون لو هي شبكة ايه؟ الموبايل. طب انا شايف كلمة سيرفر، وانت حضرتك شرحت سيرفر، وقلنا السيرفرز ده عبارة عن كمبيوترز كبير اوي اوي اوي، عنده ايه؟ عنده داتا ستوريج كبيرة، بيخزن كميات داتا كتير. اوكي؟ طب الراوتر ممكن ياخد الداتا اللي هنا ويخزنها فين؟ في السيرفر. ايه كمان شايفينه في الصورة دي؟ شايفين ان انا عندي ممكن اربط او اعمل كونكت ما بين السويتش ده بالسويتش ده، واربط شبكة تانية سواء كانت بي سي ديسكتوب بي سي، او برينتر مثلا او سكانر اعمل عليهم طباعة، او اي بي 4. اوكي طب ممكن نشوف صورة تاني توضح عندي مفهوم اكتر. الصورة اللي قدامكم ده
دي انترنت. ده ايه؟ ده انترنت. دي عبارة عن كليونتس. كليونتس يعني الكمبيوتر بتاعك يعتبر زبون عند الانترنت. الانترنت هو مقدم الخدمة، السوبر ماركت الهايبر الكبير بقى الانترنت. انت الزبون اللي عنده او الكليونتس اللي عنده. الكليونتس ده ممكن انا اربطه عن طريق الانترنت بواير، واير اهو اسلاك كده، اسلاك، فاسمه ايه؟ وايرلس. وايرلس؟ لا خدي بالك يا مس، اسمه وايرد. اسمه ايه؟ وايرد. هربط الاسلاك دي مين؟ هعمل كونكتد لمين؟ بسويتش اللي هو يعتبر المودم، اللي يعتبر ايه؟ المودم. اهو اوصل السويتش ده بالمودم. خدوا بالك من الاسم ده، مودم. مودم المودم ده احنا لسه هنشرحه، احنا شرحنا السيرفر بس. يبقى هعمل الكمبيوترز دول واللابتوب والبرينتر الطابعة وسواء السيرفرز، مثلا لو انا شغال في شركة كبيرة وعليها داتا كتير، هربط ده كله كونكت لام حاجة داخلية كده جوه الشركة بتاعتي او المدرسة بتاعتي لو المدرسة بتاعتي كبيرة وعندها سيرفر. طب عن طريق ايه؟ كلهم هيتوصلوا عن طريق ايه؟ عن طريق سويتش. تمام. السويتش ده هخرجه للانترنت، هخرجه للانترنت عن طريق ايه؟ مودم. عن طريق ايه؟ مودم. يبقى المودم ده هو عبارة عن جهاز بيعمل ايه؟ بيربط الكمبيوترز او البي سي او اللابتوب لمين؟ للانترنت. كمان انا ممكن استعمل الوايرلس راوتر. وايرلس راوتر، راوتر زي ممكن اكتر البيوت عندنا في مصر عندها الوايرلس راوتر. الراوتر ده ممكن يديني واي فاي. واي فاي ليه اجهزه كتير زي اللابتوب، زي التاب، زي الفون. طب زي الديسكتوب او الدي سي او البي سي ديسكتوب؟ لا، ده بيشتغلش بالوايرلس، ده بيشتغل بس واير باسلاك. طب شايفين الكونكشنز دي؟ الكونكشنز دي احنا بنتكلم عليها، الديفايسز دي سواء الراوتر السويتش المودم هو اللي بنتكلم عليه. طب نشوف صوره تاني، يا رب تكون توضح عندي الفكرة أكتر. أهو نفس الفكرة، أنا عندي بي سي كمبيوترز وده مودم، المودم، ودي البورت أهو الفتحة دي، دي عبارة عن إيه؟ بورت. جميلة الصورة دي فيها أكتر من حاجة. تعالوا نشوف. أول حاجة ده إحنا أخدناه السنة اللي فاتت في جريد 5، اسمه ISP. او ايه؟ او شركة الانترنت بقى اللي احنا بندفع لها الفلوس، سواء شركة وي في مصر، تمام، شركة فودافون، براحتك على حسب الاي سي بي او الشركة اللي انت بتاخد وبتدفع لها الفاتورة اخر الشهر. دي اسمها ايه؟ الاي اس بي او مزود الخدمة. مزود الخدمة ده علشان انا اطلع له او ابعت من خلاله الداتا، اكيد عن طريق ديفايسز، اكيد عن طريق ايه؟ ديفايسز. عندي هنا الراوتر او المودم، دي اس ال راوتر، مودم راوتر، عبارة عن ادي بورد، انا بوصل البي سي بتاعي في البورد، بوصل وانا عندي لوكال، لوكال كونكشنز يعني شبكة متصلة مع بعضها، فالشبكة دي تتصل عن طريق سويتش، والسويتش ده يخرج لمين؟ للراوتر. او الراوتر ده ممكن يبقى واي فاي، فيبعت راديو ويف للموبايلات، راديو ويفز، وممكن يبقى في نفس الوقت واير. المودمز ده او الراوترز ده بيبعت لشركة الاي اس بي اللي هي بتقدر تطلعني عن طريق ايه؟ الانترنت. صورة تانية، نفس الفكرة، انا عندي راوتر اللي موجود عندنا في البيت، وايرلس اي دي اس ال راوتر، ده ممكن انا اوصله بديسكتوب بس بيكون واير، وممكن اوصله بلابتوب، وممكن اوصله باجهزه بتشتغل وايرلس فيبعت لها راديو ويف من غير واير، من غير سلك. الراوترز ده هيخرجني للانترنت. في النص هنا الاي اس بي او شركه الانترنت اللي انا مشترك معاها. نشوف صوره تانية، عندي ديفايس الاجهزه بتاعتي سواء في البيت، سواء في المدرسة، سواء في شركة. الديفايسز دي مرتبطة كونكتد مع راوتر، سواء الراوترز ده كان وايرز أو وايرلس. الراوترز ده بيطلع السيجنالز بتاعته المودم،
والمودمز ده بيطلعني لفين؟ في الانترنت. او العكس، لو الانترنت هو اللي باعت بقى مسج، حد بيرد عليك بقى، فبتدخل للمودم وبعد كده تروح للراوتر وبعد كده تروح للديفايسز بتاعتك. صورة تانية، الصورة دي انا هشرحها قبل، يعني هنشرح الصورة قبل ما ناخد القراية بتاعتها. ده المودم اللي هو هنشرحه دلوقتي. دي عبارة عن، احنا كلنا عارفين من جريد 5 ان الكمبيوتر ما يعرفش انجليش، ما بيعرفش عربي، ما بيعرفش فرنساوي، بيعرف لغة واحدة بس. حد فاكر اسمها؟ جريد 6، يلا افتكروا كده، اعملوا ريفرش لدماغكم. اسمها باينري. باينري اللي هي لغة ايه؟ 0 and 1، 0 1 0 1 0 1 0 1. الكمبيوتر مش بيتكلم اي لغة تانية غير الباينري. 0 1 0 1 electric bulbs، بلصات من الكهرباء. 0 1 on no off. الكمبيوتر لما بيحب يكلم المودم يطلع علشان يخرجه للانترنت، او المودمز ده او الكمبيوترز ده عايز يتصل بكمبيوترز تاني او الانترنت، هو ما بيعرفش غير لغة واحدة اللي هي ايه؟ ال 0 and 1 الباينري. طب تمام، اللغة دي ما ينفعش ان انا ابعتها في الهواء. ليه؟ الهواء لازم ابعت له راديو ويف. ابعت له ايه؟ راديو ويف. طب كده في مشكلة يا مس، طب انا ازاي هعمل كونكشن كده؟ قال لك لا، بسيطة. في ناس اخترعت عندنا جهاز اسمه المودم. طب المودم ده بيعمل ايه؟ قال لك بياخد الزيرو وان بتاعة الكمبيوتر، يعمل لها تشينج جواه بطريقة معينة، ويحولها راديو ويف سيجنالز تقدر تمشي في الهواء، يحملها الايه، وبعد كده يوديها المودم الثاني في النص، يحولها بقى عشان ندخلها على الكمبيوتر الثاني. الكمبيوتر الثاني ما بيفهمش غير 0 1، يروح المودم ده يفك او يحول من 0 1 لسيجنالز تمشي في الهواء، والمودم ده ياخد السيجنالز اللي ماشيه في الهواء يحولها قبل ما تدخل للكمبيوتر الثاني ل 0 1 عشان الكمبيوتر ايه، يفهمها. طب تعالوا كده ناخد بقى المودم. قال لي المودمز ده هو عبارة عن ديفايس، جهاز ذات كونكتس، بيربط a local area network. قلنا local area networks يعني شبكة محلية، يعني شبكة داخلية موجودة جوه area أو موجودة جوه مكان. زي مثلا لو موجودة جوه مثلا مدرستنا، موجودة جوه مثلا بيتنا، موجودة جوه مثلا شركة معينة، اسمها local area network. كل الديفايسز مرتبطة مع بعضها. To the internet، يبقى علشان أخرج أو أربط أعمل كونكشن للديفايسز دي بالإنترنت محتاج لمودم. محتاج لإيه؟ لمودم. تمام؟ تمام، لغاية هنا زي الفل. قال لي it converts، المودم ده بيحول عندي the signals from the internet service provider، الـ ISP، internet service providers. من ده الشخص اللي بياخد منك الفلوس بقى بتاعة الانترنت، The Internet Service Provider، برمز له بالرمز ايه؟ ISP، مزود الخدمة، اللي هو قلنا مثلا شبكة وي او فودافون او موبينيل، سواء اللي انت مرتبط معاه كشبكة. And transforms the signal into a digital signal. Digital signal اللي احنا لسه شايفينها اللي هي 01، اللي بيفهمها مين؟ الكمبيوتر. That can be read by devices، اللي الأجهزة بقى بتاعت الكمبيوتر إيه؟ بتقدر تقرأها. يبقى المودم ده بيربط local area networks، يعني كذا جهاز مرتبطين ببعض، بيخرجهم يوديهم فين؟ عند الإنترنت من خلال الـ ISP. بيحول عند الـ digital signals، أو الأجهزة الـ digital signals يحولها لهم لـ راديو ويف تمشي في الهواء، وبعد كده يدخلها لهم تاني على الأجهزة بتاعتهم لديجيتال سيجنالز تانية. طب عندي جهاز نمبر 3 اللي هو اسمه ايه؟ هاب. اسمه ايه؟ هاب أو سويتش. طب ايه الهاب ده؟ قال لي ات الاو، هو بيسمح للوايرز ديفايس، أهم حاجة. يبقى الهاب ده موجود في الوايرلس؟ لأ، هما ليه موجود بس في الوايرد، الأجهزة اللي متوصلة بأسلاك. To connect to a network، إنها تتوصل بشبكة.
and pass information وتتبادل المعلومات to all devices لكل الأجهزة on the network على الشبكة نفسها. This can make it very slow بس هو إيه الراجل ده على كنته فهو بطيء بيبطئ عندي ال connection as there is a lot of information of moving around وده بيخليه ينقل أو ليه بيبقى بطيء؟ بيبقى بطيء علشان المعلومات اللي بينقلها كتيرة. يعني مثلا أنا عندي كمبيوترز هنا بي سي هنا وبي سي هنا وبي سي هنا علشان أعمل كونكشن هنا أجيب هب هنا وهنا أجيب هب هنا وهنا أجيب هب. طب المعلومات الشيرنج كتيرة ما بين التو كمبيوترز أو الثري كمبيوترز فبيخلي الهب ده إيه؟ very small بطيء جدا. يبقى الهب ده بيخرج الأجهزة للإنترنت؟ نو no. أمال بيعمل إيه؟ كونكت اللوكال لان ببعضها وبعض. تمام؟ طب نمبر 4 السويتش. قال السويتشز دي هي شبه الهب they work in a similar way بتفس بتعمل بنفس طريقة الهب but they can send data هي بس ذكية شوية ممكن تبعت الداتا to a specific device. ليه هو الهاب بيبعتها لكل الاجهزه؟ تعالوا نشوف الهاب بيشتغل ازاي. هاب او الجهاز اللي انا كنت بكلمكم عليه ده بي سي وده بي سي وده بي سي وده بي سي وده الواير الاسلاك. ماله بقى الهاب؟ جاته معلومه من او داتا من الجهاز ده من الجهاز نمبر 1 بيعمل لها ايه بقى؟ قال لك لا بص انا كريم انا هوزع الداتا دي لكل الديفايسز اللي مشتركة معايا. يا عم هب وزعها لواحد بس شوف مين الجهاز ده عايز يتواصل مع مين. قال لك لا انا ماليش دعوة انا مش بفهم في الموضوع ده انا هاخد الداتا اللي جاياني من الجهاز ده انا كريم هوزعها لكل واحد من الاجهزة اللي مرتبطة بيا وكل واحد بقى يشوف نفسه هو عايزها ولا لا. يا عم هب ما انت كده هتبقى بطيء. قال مش مشكلة مش مشكلتي انا شغلانتي كده اخد الداتا من الجهاز ده اعمل لها ترانسفورم لكل الاجهزة اللي متوصلة معايا. قلنا لو شكرا يا عم هب. طب لا انا عايز بقى جهاز ياخد الداتا من الكمبيوتر يشوف يسأل الكمبيوتر ده انت عايز ترسلها لمين؟ قال لك لا الشغلانة دي بتاعت مش بتاعت الهب امال بتاعت مين؟ قال لي بتاعت السويتش. طب تعالوا نشوف السويتش كده. السويتش بقى السويتش بقى ده ايه؟ انسان كده ايه؟ ذكي intelligent بيعمل ايه؟ قال لك انا بقى ذكي شوية انا هاخد الداتا اللي مبعوتالي من حد معين مثلا مبعوتالي من الكمبيوترز ده اشوف هو انا عايزة اودي الداتا دي للجهاز ده ولا للانترنت ولا اوديها للسويتش ده انا ذكي بقى. قال لك خلاص يبقى السويتش ده هو بيشتغل نفس شغلانة الهب بس بذكاء بمفهومية شوية هو بيحدد الداتا دي رايحة لفين ويبعتها. الجهاز نمبر 1 عايز يبعت الداتا هنا خلاص يبقى انا اشتغل ابعتها لكل الاجهزة اللي عليا. لا ده انا كده هبقى بطيء وهاخد وقت. امال ايه؟ هاتوا السويتش. السويتش اذكى من مين؟ من الهب. هو هيعرف يحدد الداتا مبعوتاله جاية منين ويبعتها بقى سواء للانترنت سواء للراوتر التاني سواء لأي جهاز. يبقى الهب الراوتر هو ايه الهب بس معمول بايه؟ بذكاء. ادي صورة توضيحية تانية. الداتا مبعوتة من الجهاز ده بصوا ماشية توصل هنا توصل هنا توصل هنا. لو كان في هب ده بدل السويتش هب ياه كنا لقينا الهب بقى عمال يوزع هنا وهنا 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 والراجل ايه شغال ايه يعني. اما السويتش لا بصوا بي سي 6 بعت لبي سي 4 بي سي 2 بعت بي سي 4 خلاص هو الراجل بيعرف يبعتها لانهي جهاز عليه. ده اسمه مين ده؟ ده اسمه السويتش. السويتش اذكى ولا الهب؟ السويتش طبعا. يلا بينا نكمل. يبقى السويتش they work in a similar way to hub but they can send data to a specific device over a network which help make connection easier and faster وده بيخلي الاتصال عندي سهل وكمان بيكون اسرع من الهب. اخر ديفايس عندي اللي موجود عندنا في كل بيت الراوتر. الراوتر ده it function as a gateway يعني البوابة.
ده بوابتك للإنترنت، من غير الراوتر ما تقدرش تتصل بالإنترنت. يبقى مين الجيت واي؟ البوابة بتاعتك للإنترنت الراوتر. قال لي it connects a modems to different networks، هو ما يربط المودم اللي رابط الأجهزة اللوكال بمختلف الشبكات. طب تعالوا نتفرج عليه. نتفرج عليه هنا كمان. ده عبارة عن راوتر اهو، انت بتاخد لو انت متصل وايرد فبتجيب شيب الاي اس بي او المزود الخدمة، وبيخرج ليكي من بقى، بيخرج تروح الواير ده بيخرجك او بيربطك بمين؟ بيربطك باي جهاز انت عايز تتوصل بيه. ادي صورة الراوتر. الراوتر ده عبارة عن الديفايسز اللي موجودة عندي، بتعمل كونكشن للراوتر، والراوتر بيعمل كونكشن مع المودم، والمودمز بقى بيعمل ايه؟ بيطلعني على الانترنت. نفس الفكرة، ادي الراوترز وادي الاجهزة، سواء كانت الاجهزة مرتبطة بيه واير او مرتبطة بيه ايه؟ مرتبطة بيه واي فاي او راديو ويف. وبعد كده هو بيخرجني لمين؟ للانترنت. شوف صورة تانية نفس الفكرة اهو، ده راوتر وراوتر واي فاي وواير في نفس الراوتر، اتصل بواير واتصل واي فاي، وبالراوتر ده بيتصل بمودم، والمودم ده بيزودك ويطلعك على الانترنت. كفاية كده صور شفنا كتير، كمان اهو صورة اخيرة. ادي كل الاجهزة مرتبطة بالراوتر، والراوتر بيخرجك على الانترنت او المودم. تعالوا بقى نكمل. قال لي نوت، لاحظ هابز and switches are bus networks devices that connect multiple devices together. هما ما بيعملوش حاجة غير انهم يربطوا الاجهزة بايه؟ ببعضها. بيخرجونا على الانترنت انهم. هما مين اللي بيخرجنا على الانترنت؟ الراوتر. switches are intelligent، هي ذكية. قلنا ليه؟ بتحدد المكان اللي ممكن تعمل فيه send. but hubs are unintelligent، غير ذكية، بتبعت للناس كلها. exercises info، معلومات زيادة. قال لي switches are intelligence because، ليه switches intelligence؟ احنا قلناها they send data to only the internet intended، يعني الحاجة اللي انا عايزها specific المحددة. device they can perform other tasks، ممكن تعمل مهام تانية زي quality of service QoS، او بتخلي تعمل جودة الخدمة and security features، وكمان بتعمل حاجة للأمان to improve network performance، وده بيحسن عندي أداء الشبكة. الهابز قال لي are an intelligence، هي غير ذكية، هي بتبعت للأول لكل الأجهزة whether the devices needs data or not، سواء الجهاز عايز الداتا دي أو لا هي بتبعتها. they don't perform any additional task، ما بتعملش أي حاجة تانية غير إنها بتبعت لكل الأجهزة to improve performance، ما تعمليش أي حاجة. test yourself. نقط connects your device to the internet via cable or Wi-Fi، مين اللي بيوصلك بالإنترنت؟ طبعاً الراوتر. number two send data to all device، طبعاً الهاب. number three bus data to a specific، الذكي بقى مين؟ السويتش. number four are intelligence، السويتش are intelligence، اما الهاب not intelligence. artificial intelligence هعمل له فيديو صغير لنفسه، هيبقى بارت نمبر 2 لليسون 2. تمام، ذاكروا الفيديو كويس، الفيديو فيه معلومات كتير، يا رب يكون عجبكم وقدرت اوصل لكم اي معلومه فيه. لو عجبكم الفيديو يا ريت يعملوا لايك وشير، تعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، احنا بنشرح ساينس واي سي تي، وكمان بنشرح ماس لجريد 6. اسيبكم في رعايه الله وفضله، انتم دايما بخير، انتم دايما متفوقين جريد 6. باي باي، مع السلامه.